السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات المتتبعين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. احنا اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا لكم على الصبار الدرق اللي هو قتلته هاد الحشرة ديال القرمزية وبغينا نحيوه. كناخذوا هاد الدريقات اللي بقات حقات كنقطعوهم وكنغسلوهم مزيان من الحشرة ونديوهم نغرسوهم في شي جريدة شي حاجة ونديروا لهم شي شبكة، الشبكة اللي كدير الشراجم ديال الناموس باش ما يدخلش لهم هذاك الحشرة ديال القرمزية. ونتمنى من هاد الإخوان من هاد الفيديو يعجبكم وشاهدوا حتى الآخر. غادي نحاولوا ان شاء الله غنغرسوا هاد الدريقات قطع هادي اسرع. دابا هاد الصبار جا هاد المرض وكما كتشوفوا كاع الدرق هو كاع الدرق تحرق. حنا غادي نحاولوا نديروا هاد التجربه، غادي نحادوا هاد اللودينات نعود نغسلوهم من هذا المرض. بارك نجيب الماء باش المرض يبقى هنا ونغسلو من هنا. كما تشوفو جزاف الماء والتيد وغادي نغسلو هاد الدرق القرموزية. نغسلوها جيدا نحيدو من هاد الدوزة ما تبقاش فيها مرة. طرق عليها دوك هاد الحاجه باش دير واحد شويه واحد شويه كي بان صافي الدم ديالك راه كتفرق على الدم ديالك كتقطع. الاخوان ديال القرمزية هذا الدم شوف تعطيك Thank you.
الطريق ديال الغرز ديالو هي هاد. إعادة إحياء صبار. كما شفتوا ما بعد غرسنا الدرقات وسقيناهم، ما بعد الدرق غيدير الجدوره ان شاء الله، غنديروا ليه الرماد داك المخلفات ديال الفران ديال الزنقه. داك الرماد هو كيبغي يجي كرم اوكسجين رمادي.